اعتاد قضاء خالص وخلال السنوات الأخيرة أن يكون من بين أكثر المناطق في العراق بأعداد ضحاياه نتيجة عمليات العنف. مدخل المدينة شهد اليوم انفجار عجلة مفخخة يقودها انتحاري محملة بمواد متفجرة مخفية تحت أكياس الحنطة. الضحايا قرابة 50، غالبيتهم منتسبون بمديرية الصحة. بكم حمراء كانت طقه هنا، ويوم ما طقيت الستاركسات هنا، الستاركس مال الموظفات راح السحبوه، مال الموظفات احترقت كل نسوان. طلع من الستاركس بس واحد نفر طالع من الجامع مقطع لميت احسن له، هو يموت هو. قالوا 10 شهداء و27 جريح. نريد اجهزه حديثه حالنا حال هالناس، واحنا قدمنا ما قدم هذا القضاء. العجله بيك اب حمراء تحمل حنطه يقودها رجل يلبس الزي العربي كما لاحظنا من خلال الصور. أبناء الخالص لم يلقوا باللائمة على المنتسبين في السيطرات الأمنية للمدينة، فهم يعملون بإخلاص حسب قولهم، لكنهم لا يملكون أجهزة التفتيش، رغم أن الخالص مهددة بانتحاريين 3. الاتهامات وجهت للقيادات الأمنية هذه المرة، فقائد عمليات دجلة وحسب قولهم متعاون مع جماعات العنف، واحد أشقائه أمير بتنظيم داعش. يصير يخلون قائد عمليات أخوه إرهابي. دياله منفتحة على حقيقة محافظتين هي بؤر للإرهاب، محافظة كركوك ومحافظة صلاح الدين، لا زالت جيوب حقيقة داعش موجودة في هذه المناطق وفي مناطق مطيبيجة ومناطق أخرى محادده لمحافظة دياله. نأمل أن يحضر السيد رئيس الوزراء لدياله ويشرف ميدانين. قائد العمليات نفى الاتهامات واستغرب ذلك، فأربعة من أفراد عائلته هم ضحايا لتنظيم القاعدة الإرهابية، مبينا بأن داعش فشل باقتحام المدينة واضطر لتفجير العجلة عند المدخل الرئيس.